نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد طيبة زوينة بزاف وسهلة. ماما كانت غادي طيبها لنا وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. طنجية في الكوكوط كتجي بنينة وسهلة وزوينة بزاف بزاف. يلا دابا نشاركها معكم ان شاء الله. كديرين لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ اليوم ان شاء الله كنقدم لكم طنجيه الطريقه ديالي كنديرها على الكوكوط سهله واقتصاديه وزوينه كتجي زوينه. كنقدم لكم لحم غني، السمن، الكمون، الحامض مسير، دريس ديال الثومه، قزبر مطحون على اليد ديال الدار، زعفران شعرة، زيت الرومية، زيت البلدية، كاس ديال الماء. تاني الكوكوط، بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. كنديرو اللحم في الكوكوط هو الأول، كناخدو الكمون كنديرو جوج معالق على حسب اللحم اللي عندي. انا عندي هنا تقريبا شي جوج كيلو ونص ديال اللحم، كندير جوج معالق صغار، كندير جوج معالق ديال القزبر، عندي مطحون، كندير دريس ديال الثومه في الوسط، كندير معلقة السمن. هاد السمينة ماما مصوباها على اليد، ها السمينة ديالي ديال الدار، مليحاها على يديا. شي نهار ماما نشاركوها معاهم ان شاء الله. ان شاء الله. الطريقة ديال السمن ديال ماما غزالة 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 تبارك الله، ما تصوروش كيبقى عندنا عام عامين ثلاث سنين ما تيخسر ما حتى شي حاجة. كيما تقولي يلاه عاد صوبتيه اليوم. دابا دير الحامض. الحامض كنحيد غير اللب هو اللي كنرميه هكا، انا كنستعمل يديا، كنبغي الحامض كنفرت هذا اللب بيدي هكا وصافي. كناخدو شويه ديال الزيت الروميه ديال 4 كاس ديال الزيت، كناخد نص كاس ديال الزيت البلديه كتكون غالبه على الروميه، كندير زيت البلديه بزايد، انا كنكثر زيت البلديه في الطياب على الروميه. عندي الزعفران شعره، ها هو عندي مسخن كنحكو ما بين يديا. صافي كناخد كاس د الماء وكنديرو، ندير كاس د الماء في الكوكوط، هاد كاس د الماء هو اللي كطيب فيه، كنشعل البوطه وصافي وكنردو وكيطيب على العافيه مهيله بزاف. صافي وحتى كيوجد ان شاء الله نوريه لكم. شوفوا الكوكوط وشعلات، دابا كنحركوها هكا، كنحركوها باش المريقة كتدخل في اللحم، العطرية كتدخل وهادي وصافي. ودابا كنقصو عليها العافية مهيلة وكنسدوها، ولأني بالنسبة للملحة راني ما كنديرهاش، إلا عندي السمن مالح وعندي الحامض حتى هو مالح، هذا هو السر ديال الطنجية ديالي.
حتى كطيب عاد كنشوفوا المذاق كيفاش غادي يطلع ان شاء الله. نشاركوا يما وجدات، كنتمنى تعجبكم الطريقه ديالي ديال الطنجيه، كنقدمها اما بهكا بيض السمان اولا بالبيض البلدي، داكشي اللي عجبكم باش تقدموها. وبالصحه والراحه.